تعدد الزوجات مع اودت هادي نجي بعد عندك نجي بعد عندك اليوم بدون قانون شيخ يعني تحب تعدد عدد يعني الثانيه الثالثه الرابعه كيما تحب هكذا ما شاء الله نعم مع او ضد هادي السؤال راح يخرج في الحصار الشيخ رانا عندنا 12 مليون عانس 12 مليون عانس يعني لو يفرقوهم يعني على الشباب ربع ربع يبقى الفاضل ربي يبارك ما شاء الله مع او ضد انا بكون عرفت هذا السؤال ما نجيش مع شوف ضد. أنا مع ضد التعدد البناء وضد سمعني برك وأنا ضد التعدد والعناء لأنه التعدد إذا يؤدي إلى التعدد بصح شيخ ما كاش مرات حاب تتعدد حتى ولو كان عنده يعني الإنسان الراجل عنده مقومات تعدد يعني الحمد لله راه متيسر معه ماديا بدر الدين خليني راني خابي في هذا الباب ربي يبارك فيك حبيت نتكلم لك على المشكلة في التعدد لأنه كوحده كحصان نقدروا نديروه نتكلموا على شخصية المعدد شكون اللي يصلح للتعدد؟ أيوة. احنا انا كي قلت لك التعدد البناء معناتها لو كان نقولوا التعدد واش معناتها؟ معناتها انت حتزيد اسره، إيه؟ انا اللي يقدر يزيد اسره ويحافظ على الاسره ديالو ويحافظ على الاسره الثانيه يا خويا بصحتك ربي يبارك فيك. لكن انت باش انت, انت 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 تزيد إيه؟ اسره وتبني تهدم الاسره ديالك القديمه إيه؟ او ربما كاين واحد النقطه نعطيها لك في التعدد وربما تكون رساله للاخوات. كاين واحد المشكله في التعدد انه هذا التعدد كاين تعدد كنا نلعبوا كي كنا صغار كانت غميضه نلعبوا غميضه كاين واحد التعدد شغل تاع غميضه واش معناتها معناتها انسان تلقاه يعدد انا بعد المره الاولى تاعو ما تعرفش وبعد واش يصرى غير تعرف المره ديالو بعد سنه بعد سنتين يقول لمرته هذيك يقول لها الثانيه يقول لها دي صاي ام حكمونا شو حكمونا دي صاي شغل يعاود يقول لها خلاص شغل كلي كاميرا كاشي لعبنا واحد العامين وبعد هي قلت لي مرتي عرفت مرتي الاولى بارك الله فيك سمحي لي لانه المره الاولى ثقيله فيها اربع دراري فيها نساب وفيها الناس قاع يعرفوه الثانيه في الغالب واحد ما يعرفهاش ما يديهاش لدارهم عنده الى عنده تلقى عنده ولد صافي تجي خفيفه باش هو يتنازل عليها هنا انا حتى لحقت وين بعض الاخوات ولا النساء اللي يستشروا لي نقول لها اذا جيتي للتعدد اجا واحد يطلبك للتعدد ومرته الاولى ما تعرفش وتسقسيه تقولي له نسقسيك لو كان تعرف مرتك الاولى يقول لك ما شكيش تعرف قلت لها غير ما تقبليش خاطر هذا مود غميضه هذا يا غير تحكموا مرته يقول لك بارك الله فيك راكي شايفتي في كاميرا مخفيه وان شاء الله في رمضان نشوفوك ان شاء الله ضد او مع